أول سباحة مصرية وعربية وأفريقية تحصل على ميداليتين ذهبيتين في السباحة على مدى تاريخ دورات البحر المتوسط. فازت بحوالي 77 ميدالية على المستوى الدولي والإفريقي والعربي، وتم تصنيفها ضمن أفضل 11 سباحة على مستوى العالم. أنا الحقيقة كل الكلام ده يعني مش في سكتي، أنا قاعدة معايا رانيا دلوقتي عيواني. ازيك يا رانيا؟ ازيك يا حنان، مبسوطاني معاكي. أنا كمان جدا جدا. مش في المدرسة، في الحياة. في المدرسة بالظبط، في الحياة. بس يعني نرجع تاني ناخد الفورمة. أيوه ماشي، اتفضلي. دكتورة نائبة برلمانية. بس أنتِ عرفتيني قبل كل ده. أنا عرفتك خلاص من أيام ما كنا كده. يعني أنا هحكي لهم دلوقتي على التمارين بتاعة الصبح اللي كنا بنشوفها. يعني أنت أنت شاهد عيون أنا عيان. أيوه فعلا. شاهد عيان. أنا كنت على فكرة كنت بحضر، كان دايما بالنسبة لي رانيا الحقيقة يعني حاجة غريبة جدا، تعمل ليه كده ليه في نفسها؟ تيجي تجيب شعرها المبلول المدرسة في عز البرد، وزمان كان برد بجد يعني، ومدرسة ويا عيني تبقى هي صاحية من 5 الصبح جاية شعرها مبلول عشان كانت في تمرين السباحة قبل ما تيجي. لا واتذنب عشان شعري مبلول. عشان شعرك مبلول. ازاي تيجي شعرك مبلول؟ المدرسة برضو كانت لطيفة قوي الحقيقة، بيساعدونا فعلا في كل حاجة. لا بس كانت المدرسة كويسة. لا صراحة ربنا كويس. ربنا كويس بالظبط. فنرجع تاني ناخد الفورمة. اتفضلي. طيب ناخد الفورمة. سباحة نمرة 1، سباحة وبعدين دكتورة وبعدين نائبة، نائبة برلمانية. أكتر لقب فيهم بتحبيه؟ اتغيرت يعني، في فترة كانت سباحة وأي حد يقول لي يا كابتن في الشارع بتبسط جدا. دلوقتي عشان حطيت مجهود كبير جدا في الطب فدكتورة ال اقرب لقلبي. يمكن يعني ناس كتير ما تعرفش ان شغلانتك الاصليه انك بتبقي جدا لما بسمع كابتن دلوقتي. ايه ده انت دكتوره فعلا؟ دكتوره في التربيه الرياضيه؟ اقول لهم لا والله طبيب بشري. طبيب. عمر حد جالك العياده واستغرب؟ ايوه ما دخل ولقى شاف رانيا علويني. فاكرين تشابه اسماء يعني. هم جايين لدكتوره اسمها رانيا علويني، بعد ما نقعد ونتكلم ونكتب الروشته ويروحوا وهم خارجين، على فكره انت شبه رانيا علويني السباحه ونفس الاسم سبحان الله. فبتبقى مفاجآت ظريفه جدا. بتبقى مفاجأة. طب قولي لي، احكي لي كده شويه عن الفرق بين رانيا علواني في حمام السباحه ورانيا علواني في اوضه العمليات، ولا التحدي واحد والمخاطر واحده؟ لا المخاطر مش واحده اكيد، اوضه العمليات اصعب. السباحه صعوبتها في التمرين كل يوم والريبيتيشن، انك كل يوم عندك جدول لا يمكن تتخاذلي عنه، يعني 5 الصبح واثنين بعد الظهر، تمرني 6 ساعات في اليوم. مش اي حد يقدر، مش اي حد يعني. انا الحقيقه اللي ساعدني في ده اهلي. لان طبعا. انا دلوقتي يعني مش عارفه اروح نص تمارين ولادي مثلا. انك تكملي 11 شهر في السنه واسبوع، يعني عندك 3 اسابيع اجازه بس في السنه، يعني اكيد انت فاكره ما اقدرش اروح اصيف اسبوعين 3 زي كل الناس الطبيعيه. ما اقدرش نخطف اعياد الميلاد بالعافيه، ما اقدرش احضر عيد ميلاد فلان وفلان وفلان، هي يا دوبك عيد ميلاد من الناس الاقارب قوي. فهي صعوبتها طول السنه. اوضه العمليات مختلفة، بالعكس انت حضرت لها وقت طويل، بعد كده بتبقى مهارة، مهارة وقوة اتخاذ القرار في الوقت المناسب. يمكن الحاجة اللي ساعدتنا انك انت بتتحط في البطولات في موقف ادرينالين عالي وعندك ناس كتير مستنية البرفورمانس بتاعك، ستريس جامد، فبالتالي لما بتدخل اوضه العمليات مفيش رهبة، في رهبة واحترام لان ده موقف لازم تركز فيه وتعمل شغلك وتعمل اللي عليك وكل حاجة، بس مفيش الخوف اللي ممكن يبقى عند حد تاني. تعودتي على التعامل على التشالنج، على التحدي، التعامل تحت الضغط تحت النفسي. تحت الضغط بالظبط. خلاص بقى ممكن بالنسبة لك دي الرياضة هي اللي علمتها لك، لكن لازم تكوني حاسة انك عملتي اللي عليكي قبلها. يعني برضو احساس انك انت عامل اللي عليك في مذاكرتك في شغلك في رياضتك يخليك في الوقت الصعب على الاقل واثق من نفسك، فتقدر تبرفورم بقى صح، تعمل اداء صح. طب انت مؤخرا كنت ضمن اللجنه المنظمه للمؤتمر الدولي 21 لقسم النساء والتوليد ضد عين شمس. تمام. كلمينا شويه عن المؤتمر ده وقولي لي اهميه المؤتمرات ايه الطبيه بالذات لمصر الفتره القادمه. الحقيقه انا يمكن كنت كذا سنه بحضر المؤتمر، واخر 3-4 سنين بديت اشارك في التنظيم بتاعه. لو هنتكلم على الأهمية الأكاديمية أو الساينتيفيك أهمية كبيرة جدا، لكن أنا اللي عجبني في المؤتمر السنة دي والثلاث سنين اللي فاتوا إن إحنا فعلا المؤتمر خارج على أعلى مستوى. كلنا بنحضر مؤتمرات برا مصر، أنا حسيت إن إحنا فعلا 7 ستارز مش 5 ستارز فعلا. قصة التيم ورك العمل الجماعي ما كانتش موجودة عندنا، ما كناش عارفين إنها موجودة. المؤتمر ده عرفني إزاي أنا وزمايلي نقدر نشتغل مع بعض، من الكبير للصغير كل واحد ليه تاسك أو حاجة معينة،
وكلنا بنحب نساعد بعض. انا الحقيقه كنت فخوره جدا ان انا جزء من المؤتمر، مع ان انا جزء صغير جدا، يعني انا كنت اتمنى يكون حد تاني هنا موجود بدالي، لان انا حاسه ان انا الجزء بتاعي كان ليه علاقه بالميديا، ان احنا نعرفكم ان احنا موجودين والمؤتمر موجود، وانتم كتر خيركم جيتوا وصورتوا وعملتوا الريبورت. احنا كنا موجودين هناك كاميرا سيداتي، يعني ساتي كنا موجودين هناك وصورنا وغطينا فعاليات المؤتمر. هنشوف جزء تقرير صورناه هناك ونرجع نكمل كلامنا مع الدكتوره رانيا علوان. انا فخوره حقيقه ان احنا عندنا المؤتمر ده، ومش السنه دي بس، احنا كل سنه يمكن اهتمام الاعلام جه السنه دي اكتر، لكن كل سنه الحقيقه كنت حاسه ان احنا احسن من اللي قبلها، وان البروفيسورز حتى اللي بيجوا من بره مصر هم اللي كين انهم يحضروا، هم اللي عايزين يحضروا، هم اللي عايزين يعرضوا الريسيرش بتاعهم. يعني ما بنقولش لحد يجي الا لما بيكون مبسوط ان هو موجود معانا. الاقبال الكبير من الشركات، يعني دلوقتي زمان كنا بنطلب من الشركات انها تيجي، دلوقتي الشركات بتتسابق مين يحجز الاول علشان يلاقي مكان في المؤتمر. فحقيقة يعني نقلة كبيرة يعني للمؤتمر. المؤتمر معتمد اعتماد دولي من الهيئة الأوروبية للاعتماد ب 12 ساعة معتمدة، وده الحقيقة احنا أول مؤتمر يمكن في مصر، بقى لنا ده السنة الرابعة على التوالي يبقى معتمد بالشكل الجميل ده. النهاردة السيشنز كلها بتدور على أهم المواضيع اللي بتهم المرأة عموما في أز جنرال، والطالب الطب أو سواء الأندر جراديوت أو البوست جراديوت أو طبيب النساء والتوليد في مصر وفي العالم، عن تأخر الإنجاب وأورام البولية، الأمراض البولية النسائية والأورام النسائية. بنحرص دايما كل سنة ان احنا نحضر المؤتمر ده، لما فيه طبعا من حاجات حديثة في الطب، وبيبقى فيه ابديت دايما باستمرار، وتحديث لمعلوماتنا وتحديث لما كل ما هو جديد في الطب على مستوى العالم كله. العنوان البرود لاين بتاعه اللي هو achieving excellence، اللي هو ازاي اوصل لأقصى درجة من الجودة في العلاج بتاع السيدة، وذر السيدة الحامل او في علاج طب النساء. There are two reasons why. هو جه هنا لسببين. اول سبب ان هو جه يدي محاضرة عن كيفية الواحد الولادة الطبيعية وخياطة الولادة الطبيعية، والتاني حاجة ان هو جه هنا عشان يستفيد من المؤتمر، يستفيد من جامعة عين شمس بالذات، ان هي عندها عيانين كتير اكتر من عندهم، العيانين يعني عدد العيانين كتير وعدد المضاعفات الامراض اكتر من هنا بكتير، فهو جاي هنا عشان يستفيد بالكلام ده كله. What I have noticed that the Egyptian trainees they have got بالنسبه لمصر والانجلترا، بالنسبه لمصر ان هنا عدد المرضى بيبقى اكتر، فالاكسبوجر بيبقى احسن ان احنا نشوف مرضى اكتر، فبالتالي هناخد خبره اكتر فاكتر. لكن انجلترا فيها العدد قليل، ولكن السب سبيشاليتي اللي هي التخصصات التداخليه بتبقى افضل في تقديم العلم. ورجعنا مرة تانية وهتكلم الأول مع الدكتورة رانيا علوين. مشاكل الطبية للست المصرية، شايفة الست عندها وعي بيها ولا لسه لغاية دلوقتي الوعي مش قد كده؟ سؤال حلو قوي الحقيقة، لأن في حاجات كتيرة جدا بيبقوا عارفينها، لكن في حاجات بسيطة في الطب النساء والتوليد بالذات بتبقى يعني بنحتاج نتكلم معهم كتير في العيادة ونعرفهم بيها أكتر. عندنا مفاهيم كتير مثلا عن العقم أو تأخر الإنجاب. الناس تتجوزوا 5 شهور 6 شهور لو ما جابوش بيبي يقولك ده عندهم عقم، عندهم مشكلة، ولازم يعني احنا في الطب يمكن بناخد الامور ابسط شوية وبنحاول نوصل لهم الفكرة امتى نقلق، امتى نفكر نروح لحد متخصص اكتر. العكس بقى صحيح، ان ساعات سيدات كتيرة جدا يبقوا مهتمين بنفسهم لكن ما بيهتموش يعملوا تشيك ابس دورية مثلا كل سنة. تعودنا نعلم العيانين ان كل سنة في عيد ميلادك او بعد عيد ميلادك على طول في فحوصات دورية لازم تتعمل لكل ستة، علشان نقدر يعني نكتشف الأمراض بدري شوية ونقدر نعالجها بدري شوية. تفتكر إيه لغاية دلوقتي عندنا ظاهرة ختان الإناث؟ عشان إحنا أولا زي تابو، إحنا بنخاف نتكلم عنها كتير، بنحرج نبقى إحنا اللي بنطرح الفكرة. عندنا عادات وتقاليد، الناس بتقول إن يعني بنسمع كتير للناس، مش عارفين نسمع ايه الضرر اللي ممكن يعود على البنت لما يتعمل لها حاجه زي دي. بقى دلوقتي بعد ما اتكلمنا كتير في الموضوع،
بقوا يستسهلوا يقول لك خلاص احنا مش هنعملها في البيت لكن هنروح لدكتور. فالخطأ مش بس عند العائلات او عند الدكاترة كمان، يعني لازم الدكتور نفسه يكون مقتنع. ومع ان في قانون بيمنع ان الدكاترة تعمله، وفي قانون بيعاقب اللي يعمل ده من ولي الامر. فانا حاسة ان احنا محتاجين توعية بايه الضرر، لان لو اكيد لو المجتمع فهم الضرر الحقيقي اكيد مش هيستمر يعمل حاجة زي دي. زواج القرايب رغم كل المشاكل اللي بتنتج عنه لانه مازال منتشر جدا عندنا برضو الحقيقه، مش بس في مصر، في الوطن العربي. وده من الاسئله الروتينيه اللي لازم نسالها. لكن دلوقتي العلم، يعني انا مش مع ان احنا نمنع زواج القرايب برضو، لان في عائلات ما بتتجوزش غير من نفس العيله، فالقريب مش بس ابن عم او ابن خاله، لكن اي حد من العيله بيبقى عنده الجينات. لكن احنا دلوقتي محظوظين اكتر من زمان ان في فحوصات كتيره جدا يقدر يعملها الازواج قبل ما يتجوزوا، اختبارات للكروموزينات بتاعتهم، لو فيها جينات معينه في العيله فيها مشكله ساعتها تقدري تحددي. في كمان بعد كده التكنولوجي اعلى شويه، انك تقدري تعملي فحص للجينات قبل ما ترجعي الاجنه للمرضى مثلا لو كانوا قرايب، يبقى يكون ده نوع من انواع الاحتياط. طب يبقى العلم ساعدنا شويه. العلم طب كويس. لو اتكلمنا عن قانون، انت جبت سيره قانون ختان الاناث، ومنك انت طبعا عضو في البرلمان وشايفه الهيصه بتاعت القوانين كتير اللي عماله ايه تتكلم، كل واحد يقول جمله في يوم يطلع قانون. خليني الاول اتكلم عن قانون الرياضه. انت بقالك فتره بتشتغلي عن الموضوع ده وبتعافري فيه جامد جدا، ادينا كده نبذه بقى. بقالنا الحقيقه 7 سنين كنت عضو مجلس اداره النادي الاهلي، ايام ما كنا بنحاول نترجم القانون بصوره صحيحه للمجتمع وما كانش في ناس كتير حابين يسمعوها. لما كنا بنقول لجنه اولمبيه الدوليه عايزانا ان احنا نبقى عندنا استقلاليه في الرياضه، استثمار في الرياضه، الكلام ده كله كنا بنواجه او بنهاجم بان احنا عايزين نحتفظ بالكراسي بتاعتنا، ان احنا مش عايزين نمشي. لكن مر الوقت وفعلا وصلنا للي احنا كنا بنقوله من 8 سنين او من 7 سنين، ان تم الموافقة على القانون الجديد بالتوافق مع اللجنة الأولمبية المصرية والدولية ووزارة الشباب والرياضة. بتشيل مسؤولية الرياضة في مصر من وزارة الرياضة، بتديها تماما، تمنح الاستقلالية التامة للهيئات الرياضية لكن عن طريق جمعياتهم العمومية، وده كان الأتشيفمنت الكبير. الحاجة الثانية الاستثمار في الرياضة بقى يقنن. الحاجة الثالثة مش لازم تبقى عضو في نادي علشان تشترك مثلا في بطولة الجمهورية. أنا كنت بسافر وأنا عندي، أكيد فاكر وأنا عندي 13 سنة أو 14 سنة أحضر بطولة الجمهورية في أمريكا. ده ما مش وارد تعمليه في مصر، إنك تدخلي من مركز شباب مثلا تدخلي بطولة السباحة الجمهورية. طب ما أنا عايزة قاعدة كبيرة، أي واحد مصري ماشي على وجه الأرض دي من حقه يدخل بطولة علشان نعرف مستواه. فده كله دلوقتي القانون الجديد بيوفر. ليه طلبتي ان احنا يكون عندنا محكمة رياضية؟ عشان احنا دلوقتي اتفقنا ان يكون في مركز تحكيم، لكن انا شايفة ان احنا برضو هنرجع لرأي الخبراء وهنجيب خبراء ما لهمش باك جراوند قوي في الرياضة، فصعب. احنا ما عندناش دراسة في الجامعات، اكيد انت ادرى، جامعة الحقوق في مصر ما عندهاش سيكتور عن الرياضة، ما فيش. عندكم عن الاستثمار، عندكم عن ما عندناش عن قانون الرياضة. مظبوط. بالظبط. فلما توجد في الجامعات نجيب خبراء من بره ونجيب ناس يدرسوا سيكتور من ده، بحيث يبقى الخبير او المحكم اللي هيبقى موجود يكون اصلا عنده دراسه ما في الرياضه، اقدر اقول ان احنا التحكيم ده هيبقى تحكيم عادل. فحاسه ان احنا محتاجين الخطوه اللي بعدها، ولكن انا سعيده بالخطوه دي ان على الاقل هيبقى في مركز للتحكيم ترجع له الناس بدل ما يبقى في محكمه متخصصه. طيب لو اتكلمنا عن أزمة صناعة البطل الأولمبي، طبعا انت اكيد تابعتي الموقف الأخير بتاع المصارع المصري طارق عبد السلام واللي لعب باسم بلغاريا. مظبوط. وحصل على الجنسية وكسب وكل كلام. فين المشكلة؟ اولا هو مش غلط انه يلعب باسم دولة تانية. الاتحاد الدولي بيدي شروط لكل لاعب انت تقدر تمثل بلدك انترناشنال او في مجال دولي بعد كام سنه من لما تسيب تمثيلك للبلد دي. فهي في قوانين محطوطه، لجنه اولمبيه الدوليه لازم تبقى 4 سنين مسجل في الاتحاد الدولي علشان تلعب اولمبياد باسم الدوله دي. تمام. احنا امكانياتنا ايه؟ انا مش شايفه ان المصارعه كانت امكانياتها محتاج ان هو يسافر عشان يعملها، يعني اللعبات المكلفه زي السلاح، زي الجمباز، زي اللعبات اللي بتتطلب منك زي الرماية دي، اللي ممكن تقولي ان احنا مثلا قصرنا مع اللاعب
وان احنا اللاعب اضطر يهرب من البلد. لا ده مش حقيقي في المصارعه، بالعكس احنا المصارعه والبوكسنج ورفع الاثقال وكمال الاجسام دايماً. احنا دايما الوطن العربي متفوق في الحته دي. فانا شايفه ان ده يمكن تصرف فردي، يعني مش حاسه ان هو ممنهج. بس فين المشكله في ان احنا ايه اللي بيعوق صناعه بطل اولمبي مصري؟ تختلف عن اللعبات، يعني اللي انا شايفاه في كل اللعبات الاخرى مثلا تنس، سباحه، اللعبات الجماعيه، انا شايفه الاعاقه الاساسيه وان شاء الله وزير التعليم الجديد يغير لنا فيها هي موضوع الثانويه العامه. اللاعب يبقى عنده 16 ل 18 سنه، ده هيبتدي يبقى في البيك، الولد ابتدى يبقى بالغ، البنت ابتدت تبني جسمها من وهي عند بلغت برضو السن المعين. فتيجي بقى سنتين تقول لهم معلش حبيبي اقعد في البيت عشان انت هتذاكر بس، تمارينك بدل ما بتحضر 100% هتحضر 60%. طب ما الفرق بيني وبين الرقم العالمي 20% بس، يبقى انا لما ضيع 40% كان 11 بالظبط. عشان كده اضطريت اسيبكم سنتين واروح اعمل شهاده تانية علشان يبقى عندي سنه فاضيه. في الوقت اللي انا كان عندي سنه فاضيه كان كل زمايلي قاعدين بيذاكروا الثانويه العامه. فده الفرق بيني وبينهم. هما اللي حصل ان الاهل مقدرين للموهبه بتاعتك ومقدرين للعقبات اللي عندك، فيقدروا يقولوا لك اوكي يا حبيبتي خدي سنه اوف. مين في الاهل تبقى انت داخله طب ويقول لك خدي سنه اجازه؟ مين في الاهل تبقى انت في كليه الطب يقول لك معلش اعملي وقف قيد وسافري 5 سنين علشان تتمرني سباحه؟ برضو محتاجه قناعه معينه من الاهل. في الاخر انا شايفه موهبه برضو من الـ من الـ من الشخص. في ناس كتير عندها موهبه لكن الامكانيات هي الاعتقادات مش الماديات. احنا في بلد دلوقتي لما يكون في بطل البلد بتصرف عليه فعلا، لكن ازاي يوصل انه يبقى بطل؟ الجزء الاولاني ده حد بيدرس، حد بيروح تمارين، بيسوق في الزحمه دي او اهله بيوصلوه في الزحمه دي بين تمرين لتمرين. لما تمرني 6 ساعات في اليوم وتذاكري تروحي مدرسه ويبقى عندك حضور وغياب، ولما يفوتك امتحان وعشان انت في بطوله بتمثل مفيش مصر، مرونه في يعني التغيير. البنت بتاعت رفع الاثقال جابت ميداليه لمصر وفاتت امتحان بتعيد السنه، انت في الاولمبياد على الملا قدام كل الناس. ده يعني مش مثلا ميداليه وانت مستخبيه تحت السلم في حته، ده اولمبياد اول ميداليه نسائيه لمصر. فتحسي ان احنا عندنا حاجه غلط في المعتقدات. احنا ما بنقولش ان يبقى عندنا مدارس خاصه للرياضيين انهم يتسهل لهم العلم، لا احنا نسهل لهم كل حاجه. ليه بره عشان على فكرة ياخدوا العلم بره صح. بالعكس ده بياخدوا نمر زياده على النشاط الرياضي، وكان زمان عندنا فرصه النشاط الرياضي والنشاط احنا عندنا لسه لحد دلوقتي. بس انا يعني لو قلت الجمله دي ناس كتير هتزعل مني، انا مش مؤمنه جدا بموضوع ان احنا ناخد درجات زياده. انا مؤمنه ان احنا نسهل حياه اللاعبين، ان هو لو عنده امتحان نص سنه في جامعه وعنده بطوله عالم يروح البطوله. انا كنت باخد امتحانات على الطياره بس في امريكا مش في مصر. طب ليه احنا ما نسهلش حياتنا؟ ليه ما يتعملش لجنه للرياضيين قبل ما يسافروا؟ انا ما قلتش مثلا يتاخروا عن الامتحان او يعني ادوهم، الرياضيين ملتزمين، ادوهم مواعيد وادوهم الامتحان بتاعكم هيبقى امتى، علشان عندك ورق رسمي من الحكومه بيقول احنا فلان وفلان وفلان هيمثلوا مصر في البطوله الفلانيه اللي هي مهمه بالنسبه له. محتاجين تنسيق. عامل مرأة شايفه المرأة انا السنه دي متظبطه، عامل شباب وبعدين عامل مرأة. انت بتقولي عامل رياضيين لا بجد شايفه الست فين؟ بصي انا شايفه بصراحه انا يعني شفت ستات كتيره جدا السنه دي عملوا انجازات كبيره وفخوره انهم موجودين، الوزراء اللي موجودين من السيدات. انا شايفه ان احنا محتاجين ان احنا نقدر شغلهم شويه. الست مش شرط تعرف زينا ان احنا نطلع ونقول انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا. احنا عندنا بنبقى خايفين ان نكون بنتباهى او نكون بنغيظ حد من زمايلنا او حد. السيدات في مصر عملوا انجازات كبيره جدا ومحدش بيعرف عنها. اتمنى ان احنا نبتدي نوجههم انهم يبتدوا يقولوا للناس انا عملت كذا. يعني في بعض الوزراء بيعملوا انجازات كتير جدا زيها زي الوزارات الاخرى او احسن، وبيكسفوا يقولوا او بيخافوا يقولوا او بيقولوا داري على شمعتك تقيد. احنا محتاجين نبرز. شايفه ان النوع ده من القيود جاي من نظره المجتمع عامه لشغل الست لغايه دلوقتي عندنا لسه مشكله في الموضوع ده؟ يعني الست اللي بتشتغل بيسالوها دايما سؤال، طب ومنسقه بين بيتك واولادك وشغلك ازاي؟ طب ما الراجل اللي بيشتغل انت برضه ليك احتياجات من اسرتك واحتياجات من شغلك واحتياجات من بيتك واحتياجات من ولادك. هي طب وانت منسقه بين كل دول ازاي؟ انا جوزي كتر خيره بقى بيساعدني ووالدتي ووالدي. يعني الحقيقه محتاجين يبقى عندنا الروابط الاجتماعيه هي اللي بتسهل كل حاجه.
بس رانيا كأم في ساعات بتحسي غصب عنك انك بتكوني مقصره؟ لا كل الوقت بحس اني مقصره، مش بس مره او اتنين، مهما عملتي هتحسي دايما انك مقصره حتى لو قاعده في البيت. ده اللي انا عايزه اوصله لكل السيدات المصريين، حتى الست لما تبقى قاعده في البيت ممكن ما يكونش عندها الطاقه انها تعمل حاجه المفروض تعملها لاولادها، مجرد انها حاسه ان اللي هي درسته او اللي هي اتعلمته مش قادره تعمله او تاديه في المجتمع. فبتبقى حاسه انها مقصره في شغلها او مقصره في ادائها الاجتماعي. احنا بنشتغل دايما، هو ده اكبر ضغط ممكن تكون الست بتتعرض ليه. احنا على طول بنشتغل، حتى لو رجعتي بيتك يعتبر مهتمه بحاجه او بتفكري في حاجه، محتاجين ان احنا نتعلم ناخد نص يوم، بلاش يوم كامل عشان الازواج ما يزعلوش، نص يوم لنفسنا، نشوف صديقاتنا، عايزين نرجع نتقابل تاني مثلا، نشوف صديقاتنا، نشوف قرايبنا، حتى لو قعدتي لعبتي رياضه تطلعي طاقتك في حاجه، محتاجين عارفين رياضيه بطبيعه طول عمرك كلنا. طب قولي لي، هل صحيح انك هتترشحي في على مقعد استاذه سحر انتخابات؟ لا الحقيقه دي موجوده في الميديا، انا ما اتكلمتش فيها خالص. انا الحقيقي هو ان شاء الله يعني مش هتترشحي على مقعد المرأة. اللي انا اتكلمت فيه هو مجلس اداره النادي الاهلي، لان بعد ما القانون خلص هيبتدي يحصل انتخابات للاتحادات والانديه، فلازم يعني الانديه يعني اتحاد الكره لا، لكن النادي الاهلي، النادي الاهلي ده بيتنا يعني، ده تمام يعني، ده البيت الاساسي. طيب في وسط بقى البطولات كتيره والانجازات الكتيره اللي انت حققتيها، قولي لي اكتر لحظه حسيتي فيها بانتصار حقيقي ونشوه حقيقيه؟ قصدك في الرياضه ولا في الحياه عامه؟ لا على كله. بصي في الرياضه انا بتذكر مشهدين، المشهد الاول سنه 91 احتفلت بيا في المدرسه. سنه 91 كنت صغيره، كنت 13 سنه. طبعا انت مش هتحسبوا السن دلوقتي، بس خلاص يعني كنا صغيرين. لا بقول لك ايه، احنا انا قلت ان احنا دفعه واحده وانا قلت سني، فخلاص انت اتفضحتي. بس هي اصغر مني في الدفعه. لا كان المشهد ان انا كان في دوره الالعاب الافريقيه منظمه هنا في مصر، وكان اول مره في حياتي احس ان انا مش بعوم لنفسي خلاص ولا لاسم النادي. انا لقيت الاستاد مليان 20,000 قاعدين فوق الاسوار وفوق كل حاجه بيتفرجوا حتى من العمارات اللي جنبنا، وكان في استلام الجوائز بيقولوا اسمك مع الموسيقى بتاعت اوبرا عايد، فكانت رهبه، احساس غريب جدا. تاني مشهد كان اخر سبق ليا في سنه 2000 في ال 100 متر حره في سيدني، واحساسك ان كل مره بتطلعي على الستارت كان دايما فلان عايمه جنبي، دي فلان دي كانت بتكسبني زمان، ده دي رقمها كذا وانا اوحش منها، دايما كان ده الاحساس. في سيدني اللي هو اخر بطوله ليا، لما طلعت عادي اللي بنتمرن مع بعض ومتعودين على بعض واحنا زينا زي بعض، لان الفرق بيننا كان 11% من الثانيه من رقم 3 لرقم 9، فانتوا كلكم زي بعض، فاحساسك ان انت وصلتي انك تبقي من احسن 8 على العالم كان احساس جميل جدا الحقيقه. ما بيتكررش بقى دلوقتي غير زي ما قلتي في الاول في اوضه العمليات، لما تدخلي والدنيا تبقى حلوه وتطلعي في الاخر ببيبي جميل هيلثي لمامته، احساس جميل جدا، تحسي انك بتعملي حاجه جديده كل يوم. طب اخر تجاربك في التقديم التلفزيوني اخبارها ايه؟ احنا زملاء. احنا زملاء. انت انا بطلع مع زميل لخير رمضان. عجبتك خير رمضان؟ جدا الحقيقه، حسيت يعني انا بحس انا كضيفه بقيت اقلق دلوقتي، زمان كنت بقلق لما انا مذيعه، دلوقتي ما عنديش الاسئله وما عنديش حد بيقول لي حاجه في ودني. سيبها لوحدك منك للهوا. لا الحقيقه كنت بطلع، ما زلت كل يوم ثلاث مع خير رمضان على النهار. يعني هتستمري في التجربه دي؟ بحاول يعني، ايه رايك؟ لا انا شايفاكي كويسه الحقيقه. هو مين يشهد العروسه؟ بصي يعني احنا ما ينفعش احنا نجامل بعض. نجامل بعض. رانيا انا الحقيقه كان عندي اسئله كتيره جدا، بس انا كان يهمني قوي الجانب الانساني واحنا اتكلمنا فيه، وجانب الاولاد والعيله والقصص دي كلها، وعلى فكره احنا اولادنا كمان مع بعض في المدرسه، احنا كنا مع بعض في المدرسه وعيالنا مع بعض، اجيال ثم اجيال. نعم اجيال ثم اجيال. فانا كنت مبسوطه جدا بوجودك النهارده معايا. انا مبسوطه ان انا معاكي وبتفرج عليكي، واتمنى لك دايما كل التوفيق وما تبقاش اخر مره ان شاء الله. لا ان شاء الله. واستضيفك انت كمان عندنا ان شاء الله، احنا هنعمل تبادل خبرات. بالظبط. خلاص ميرسي جدا لوجودك يا رانيا، نورتينا في سيداتي انساتي، ودايما احنا عندنا هنا في البرنامج نحب كده دايما نجيب الستات اللي بيحاولوا. خلاص هديكي اسامي ستات كتيرة اللي بيعملوا كل حاجه، واللي فعلا زي ما انت بتقولي يمكن ما حدش واخد باله منهم قوي، ما فيش القاء ضوء قوي عليهم. ميرسي جدا لوجودك النهارده معانا، نورتينا سيداتي يا ساتي. فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم.